وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدثت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي عن فعالية هذا الدواء في علاج مرضى فقر الدم المنجلي السكلر. كنا نعرف أن مرض فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي، تكون فيه الخلايا الدم المنجلية تكون بطريقة غير الطريقة العادية الطبيعية الدائرية، ينتج عنها طبعا ان تكون هذه الخلايا لزجه وغير قادره على التدفق بثلاثه الاوعيه الدمويه، مما يسبب انسداد في التدفق الدم، وهذا يؤدي الى الم حاد ومزمن ويمكن يؤدي الى ثلاث الاعضاء. هذا الدواء يعني هو طريقه عمله يمنع التصاق هذه الخلايا المنجليه ويقلل من لزوجتها اللي تسبب بنوبات الالم، وراح ان شاء الله يقلل من النوبات. فقد اثبتت الدراسات التي اتمت الدراسات التجارب السريريه على فعاليته ومأمونيته، وطبعا هو معتمد من هيئه الدواء والغذاء الامريكيه ومعتمد من الهيئه الوطنيه لتنظيم الخدمات الصحيه في مملكه البحرين.